مرحبا بكم مشاهدينا في توقعات أحوال الطقس لهذا اليوم. غادي تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا فوق غرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تكون صقيع محلي خلال الليل والصباح فوق المرتفعات والهضاب العليا. كيفما غتمر سحب عليا فوق شرق المملكة وغتكون الأجواء مشمسة بباقي المناطق الأخرى. أما الرياح فغتهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية، وضعيفة جنوبية بالمنطقة الشرقية، فيما غتكون ضعيفة شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي أرجاء المملكة مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد. والآن نخليكم مع درجات الحرارة. طنجة 14 درجة، وجدة 7 درجات، فاس 6 درجات، وبالعاصمة الرباط 8 درجات، الدار البيضاء 11 درجة، مكناس 7 درجات، وبمراكش 9 درجات، وأكادير 16 درجة، وبالعيون 14 درجة، وبمدينة الداخلة 18 درجة. والآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.